الزيزي كيصلي بالملك وهذه من المغردات ديال النفاق الى اخره. هذه من التناقضات التي يعيشها النظام ويعيشها الفيزازي واتباع رشيد نيني. مع الاسف بدا بدايه طيبه في عموده الى اخره، ولكن ديازغي قيل فيه كذلك يعني الكثير. هذا الرجل، ما هي مسؤوليه محمد ديازغي بشكل شفاف وصريح فيما آل اليه الاتحاد اليوم؟ لعب دورا كبيرا في اضعاف الحزب التنظيمي من عدة نواحي، فكان يميل إلى محاربة المناضلين الحقيقيين.